ينضم الينا الان ضيفنا الثاني في هذه الساعه الدكتور جمال بن شقرون البرلماني المغربي السابق من الرباط. سيد بن شقرون مساء الخير. اتهامات جديده من الجزائر هذه المره تتعلق بمحاولات اختراق وكاله الانباء الجزائريه، محاوله اختراق مغربيه، ومحاوله اختراق من قبل المحتل الاسرائيلي، وايضا يبدو محاولات من اوروبا كما يقول الاتهام. تعليق لكم وكل كل المشاهدين والمشاهدات الكرام الافاضل. يا اهلا بك. اولا يجب ان نسجل بان هذه مجرد اتهامات للنظام الجزائري الحاكم كالعاده، وهي ليست بصدقيه وصادقه، مجرد اكاذيب ويعني بهتان تجاه المغرب. نعتبره دائما وقلناها في سابق مداخلات لنا بان ذلك مجرد تعبير لتصريف يعني مشاكل داخلية، ودائما يرتبط الأمر علاقة بالمغرب كدولة جار دون النظر بعمق لحلحلة المشاكل الموجودة على أرض الواقع. وبالتالي ما يقال وما يكتب وما يسمع هو تحريف لوقائع وكلام غير صادق تماما. المغرب لما له من قيمة يعني سياسية واقتصادية في المنطقة، يسعى إلى تقوية الدول والقيام بدور استراتيجي في المنطقة، لا أن يقوم ذلك على ما تقول الآن يعني الجزائر. لا أدري أي مصدر رسمي قد عبر بذلك وعبر بهذا الكلام. ولكن 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 سيد بن شقرون، يعني ألا ترى بأن الاتهامات زادت بعد التطبيع، وكأن المحتل الإسرائيلي هو الذي يدس الدسائس، والمغرب إما أنه لا يرى هذه الدسائس أو لا يريد الإشارة إليها، فكيف يمكن أن يثق الجانب المغربي الرسمي بالمحتل الصهيوني ولا يقدر هذه المخاوف والاتهامات الجزائرية؟ والجزائر في النهاية مهما كانت الخلافات تبقى جارة وشقيقة، أليس كذلك؟ نعم نعم، هذا ما يعتبره المغرب دائما وعلى الدوام، بأن الجزائر دولة جار وشقيقة. ودائما هذه قصة التطبيع، هذه قصة أخرى. للجزائر الآن تقيم الدنيا ولا تقعدها في هذه المسألة، علما بأن دول عربية عديدة طبعت مع إسرائيل وتقيم علاقات مع الجزائر بشكل سليم، وليس هناك غلق الأجواء ولا صراع ولا غير ذلك. الأزمة يا أستاذ مرتبطة بالصراع والنفوذ نحو المحيط الأطلسي. والآن ما تقوم به الجزائر بدعم جبهة الانفصال البوليزاريو الوهمية، وما تقوم به علنا وسرا، هو يعني صلب النقاش. ثم النقاش، أما أن ترتهينا إلى كلام واهي وإلى دور المخابرات دولي طبيعي يا أخي أن تكون هناك أدوار للمخابرات الدولية سواء من طرف الجزائر أو المغرب، هذا مسألة طبيعية. كان طبيعي أن يتم هناك صفقة تسليح لكل طرفين الآخر، ونحن نرفع يعني دائما من أسهم الأزمة. يعني هذه نقطة مهمة سيد بن شقرون، واسمح لي أقاطعك حولها. يعني وكأني بك يعني لا تستبعد محاولات الاختراق في إطار العمل المخابراتي من كل طرف. نعم، أقول وكأني بك لا تستبعد محاولات الاختراق في إطار حق كل دولة بأن تعمل مخابراتيا ومحاولة الوصول إلى أسرار الطرف الآخر. لا، لم أسمعك جيدا، ولكن ليس هناك أي اختراق بتاتا أمامي إلى الوراء تحدث به بشأن صحيح تماما، وتم نفيه بشكل مطلق وبتأديب الأمور ليست لها علاقة بالواقع. على ماذا سيتشخص المغرب في الجزائر؟ على ماذا سيبحث المغرب الجزائر؟ الجزائر تعلن نفسها بانها طرفا في النزاع في الصحراء، تسلح نفسها يوميا، يعني تستفيد من هذه الاخبار، هي موجوده على. طيب هناك تقطع لاي شيء. نعم، هناك امور واضحه، الجزائر تقوم بالتسليح وبشائعه الحرب وتستعد وتقول بانها ستشن على المغرب وتدمر البوليزاريو علنا وتقوم بذلك علنا. طب دعني أختم معك بسؤال سيد بن شقرون، وأرجو أن يكون الصوت أكثر
أكثر ملائمة لأنه كان هناك تقطع نسبي في الصوت. أختم معك بسؤال أخير لو تكرمت لأن الوقت يلاحقنا. لو 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 تمكن الجزائر في الأيام القليلة المقبلة من إثبات بالفعل أن هناك محاولات اختراق وربما إسرائيلية، وهذا ما يرجحه بعض المتابعون، محاولات اختراق قد تكون إسرائيلية انطلاقا من المغرب، هل المغرب، فقط أكمل سؤالي لو تكرمت، هل المغرب حينها مستعد للتعاون مع الجزائر وفضح الجانب الإسرائيلي؟ دعني أشير، إذا كان اختراقا إسرائيليا فما شأننا نحن يا سيدي؟ نحن هم مع إسرائيل، فتذهب الجزائر لتقاوم ذلك مع إسرائيل. ولكن إسرائيل الآن موجودة في المغرب، هذا ما يقوله المنطق يعني بعد التطبيع. نحن لسنا الوحيدين طبعنا مع إسرائيل، الدول العربية تقريبا كلها طبعت بشكل واضح أو بشكل غير واضح. لا نقول ذلك إلا في إطار يعني وقت التدبير النزاعات، تدبير الاتفاقات، ثم أنه يتحدثنا على هذا التسطيع. فالمغرب يقوم الآن بدور كبير إذا الدكتور جمال بن شقرون البرلماني المغربي السابق أدركنا الوقت. كنت معنا من الرباط، أشكرك جزيل الشكر وأعتذر طبعا منك ومن جمهورنا الكريم. الحقيقة الخط من المصدر لم يكن يعني في المستوى ربما المطلوب. شكرا جزيلا لك، وأرجو أن الجمهور استوعب على الأقل الجانب الأول من هذه المداخلة.